السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وبعود الأيام. النهاردة جايبه لكم طريقة عمل الصينية الجميلة دي بالكسترات بتاعتها. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبتدي. بسم الله. أنا بجيب الصينية زي ما انتم شايفين، في منها بيضاوي وفي مربع وفي مستطيل وفي دايرة. بتيجي زي ما انتم شايفين كده في الكيس، ومعاها 6 كسترات. دي اللي بيتحط عليها الكوبايات. وانا مستخدمة الخيط اللي انتوا شايفينه ده، فيه لمعة، خيط شكله حلو وقريب جدا من لون الصينية. الالوان طبعا دي بتاعتكو. احنا هندخل الابرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنخرجها من الخرم الناحية التانية، وهنبدأ ناخد لفة معانا. وكده خلصنا اول غرزة، هندخل برضه بنفس الشكل. كل خرم هنعمل فيه غرزتين او 3. الجزء اللي فيه الكورنر ده اللي هنزود فيه عدد الغرز بتاعتنا، عشان الصينية بتاعتنا تبقى بتلف ودايرة معانا، ما تبقاش مشدودة من الجناب. حاولوا الجزء اللي فيه بداية الخيط زي ما انتوا شايفين نشتغل عليه عشان نخبي الخيط فيه. انا بحاول اقرب لكم. الكورنر بس اللي هنعمل في كل خرم 3، لكن بعد كده كل خرام هتكون غرزتين بس. طبعا احنا المفروض نحرق بداية الخيط ونهاية الخيط عشان ما ينسلش معانا ويبقى فيه مشكلة. شايفين الشغل حلو ازاي؟ عشان الصينية تطلع مشدودة معانا وواقفة، لازم وانت شغالة تشدي الخيط على قد ما تقدري، وتستخدمي ابرة رفيعة، ما تستخدميش ابرة تخينة عشان الشغل يفضل واقف معانا في الصينية. شايفين الشغل عامل ازاي؟ طبعا احنا هنكمل بقية السطر بنفس الطريقة، كل خرم فيه 2، والكورنر بس الاربع كورنرات هما اللي هنخلي كل خرم فيه 3. لازم الشغل معانا يبقى مشدود. انا كده خلصت والكورنرات وكل حاجة خلصتها. شايفين شكله حلو ازاي؟ وبجد اللون جميل على الصينية. هنبدأ بقى نلف معانا الشغل. انا بحاول اوريك اهو، الكورنر هو اللي 3 وباقي الخرام 2. الحاجات دي بتحسسنا قد ايه برمضان، وبتخلي بهجة كده في البيت. دلوقتي هبدأ اشتغل على كل غرزة من اللي احنا عملناهم. غرزة حشو عادية زي ما قلتلكوا، لازم تكوني شد الخيط على قد ما تقدري عشان الشغل يطلع معاكي مشدود وواقف زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل طبعا بقية السطر بنفس الطريقة. انا عملت دلوقتي اكتر من سطر، يعني مثلا قولي 3 سطور زي ما انتوا شايفين الشغل واقف ازاي. جيت هنا عملت الايد، هوريكم عملتها ازاي. هتيجي هتسيبي جزء كده مثلا 5 6 غرز، وتبدأي تعملي غرزة سلسلة. مثلا انا عملت 15 غرزة سلسلة زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما خلص عد 15، طبعا لازم الايدين يكونوا على نفس المسافة. هسيب بردك مثلا 15 غرزة او على حسب زي ما انتوا شايفين اهو، وابدأ اثبتها في الصينية بغرزة سقف زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة يكون الايد هنا نفس موقعها في الايد اليمة التانية. هنكمل بنفس الطريقة بقية السطر، ونبدأ نشتغل في السطر اللي بعد كده. ونيجي عند الايد، اهم حاجة نعمل الايد فوقيها في كل غرزة برضك، في كل سقط منها. في كل غرزة نعمل غرزة حشو. احنا كده قفلنا السطر بتاعنا، ونبدأ بقى في السطر الجديد، وهنكمل
ونخلص نفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها. اهو انا حبيت اوريكم انا عملت السطر كله زي ما انتوا شايفين، اهو بعمل فوق كل غرزة غرزة حشو، شايفين فوق كل غرزة غرزة حشو، بعمل سمك كده للايد عشان وانتوا شايلينها تكونوا مالكين الصينية. طبعا هي الصينية بالاضافة ان هي بتيجي معاها الكسترات بيجي معاها ايد جلد، بس بصراحة انا يعني في ناس بتعملها طبعا، انا بحب استخدم الطريقة دي عشان ممكن الايد الجلد مثلا تقشر بالاستخدام، تتقطع منك لو شايلة حاجة تقيلة عليها، لكن لما تعمليها منها فيها كده تبقى اقوى. دي بقى الكسترات هعمل فوق بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الصينية، بس هنعمل في كل خرم غرزتين حشو زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش بس اهم حاجة الخيط ده لما نيجي نقصه اشتغلوا عليه بالولاعة علشان ما ينسلش منك بعد كده في الاستخدام، وزي ما انتوا شايفين الجزء اللي بيبقى فايد منه بنحاول ندخله في وسط الشغل عشان الدنيا ما تبص منه، علشان كمان شكل يبقى كويس ما يبقاش فيه خيوط كده طالعة، فنحاول طول الوقت ان احنا نحرق الجزء الاولاني والجزء الاخير طبعا، وفي نفس الوقت الخيط نحاول ندخله معانا في الشغل بتاعنا عشان الشكل يبقى كويس. طبعا انا هعمل بقية الكسترات بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نخلص، وبكده نكون خلصنا الصينية بتاعتنا بالست كسترات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين الشغل جميل وواقف، والايد شكلها حلو جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو. طبعا انا عاملة اشكال كتير جدا من الصينية دي، وبنفس الفكرة دي بنستخدم الطريقة في حاجات تانية هشرحها لكم فيديوهات وهسيبها لكم في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم افكار تانية لعمل الصينية ممكن تعملوها تتعلق على الحيطة. كل الحاجات دي هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي علامة الايفو. لسنة طبعا وانتوا طيبين، ورمضان خلاص على الابواب، في حاجات كتير زي ما انا بقول لكم، في هلال، في حاجات تتعلق على الحيطة، في مصحف حامل مصحف، في نفس الطريقة دي بس بتتعلق، في حاجات كتير جاية ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات بتاعتها. ياريت بس ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس وشير كتير، ولو في اي حاجة سيبوها لي في الكومنتات. Thank you.